وانا من الصغر ديالي حيت انا بكري والدي ماتو خلاوني ولد 4 سنين ناض عمي ربانا وداكشي هي هذيك تا وصلت لهذيك اللاج وقريت وقرانا وداكشي هادي وصلت لواحد اللاج ديال القرايه. المهم ما جابش الله في القرايه دخلت الصناعه، دخلت الصناعه ديالي الاولى هي تحدات، تحدات هي الاولى دخلت ليها. شحال كانت فيها؟ وتكون عندي ديك الساعه شي 18 عام بحال هكاك، ما بين 18 19 فاش دخلت للصناعه، دخلت للتحداتية الاولى خدمت فيها شي سيمانه ضروني عيني خرجت منها. ديك الساعه باقي صغير ما تعلمت لا صناعه لا والو، شويه دخلت للميكانيك، للميكانيك ضربت فيها 4 سنين، 4 سنين ضربت فيها تعلمت مزيان وداكشي وهادي هي هاديك من تما يا هاديك دوزت مع داك المعلم 4 سنين خرجت من عند هذاك المعلم. هذا معنا داك معلم ما كعارف الانسان مين، ما بقيناش معاه، ما بقيتش مع عمي وداك الشيء هادي تكرفشنا شويه وهادي، حنا ديك الساعه ما عندنا لا والي لا ام لا اب، شويه تكرفيش ما كاينش اللي يحن عليك والو، ما كاينش والو فهمتيني. خرجتي للعمل ما كاينش؟ صافي خرجت للصناعه وداك الشيء هي هذيك، خرجت من خرجت من الميكانيك مع داك السيد مشيت خدمت عندني في البني، خدمت في البني شحال ولا خدام في البني واحد الوقت شانطي من البني خدمت عندي، جاتني خرجت من ذاك الخدمه ديال البني حيت كانوا ذاك خدام ماشي رسميا، كتخدم بحال هكا شويه هنا تعاود تخدم بلاد اخرى تري شويه هادي يا هذيك مشيت من تما خدمت عندي، جاتني واحد الخدمه بالعسه في الشمال، مشيت خدمت هذيك الخدمه ديال العسه بلا سي جي او، خدمت معاهم واحد 5 شهور تقريبا تسالا وصافي، زادوا ديك الساعه كانوا زادونا حنايا خدامه من سالا تباعوا الديور ديالهم داكشي صافي قالك صافي ما بقات هنا خدمه داكشي. كيفاش استقريتي على هاد المهنه هادي ديال الصدور اللي مهنه صعيبه وشاقه؟ وا حيت هادي هي الاولى وهي الاخرى، هي الاولى ديالي دخلت ليها النهار الاول فاش خدمت المدرسه وهي الاخرى باش دابا اللي هي دابا شاد فيها صافي. في الاول ما خديتيش عليها، شنو اللي خلاك ترجع وتبقى في هذا؟ لا ماشي ما خديت عليها، انا يعني اول مره بنادم باقي صغير ودخلت وداكشي وخدمت فيها سيمانه كنشوف بحال هكا المعلم كيشوف لي ودي ودي كنشوف فيه صافي هي هذيك ضروني عينيا، قلت انا لعمي قلت له ما غاديش نبقى خدام فيها صافي خرجت منها. هي فاش دخلت لها ميكانيك 4 سنين دوزت فيها. وفاش رجعتي ليها شحال كان عندك؟ فات هذه دابا فات الساعه ايوا قول في 95، في 95 فاش عطيني جيت هنايا ويا هذيك وبديت خدام فيها 95 لهاد التاريخ هذا دابا اللي كاين 2021 ودوزتي سنين فيها. اه وشنو اللي خلاك تصبر عليها وقلتي كان تحرك عينيك بزاف؟ هو الصبر هو المعيشة، المعيشة باش يعيش الإنسان، اللهم صنع ولا. أنا دوزت بزاف ديال 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 تمارة وضربت كرفيش وداك الشيء من بلاد لبلاد فهمتيني، ماشي غير هذه الخدمة الأولى اللي خدمت، خدمت أنا فاذا كنا مع الجماعة كنت معهم واحد المدة بعد دي طايدة الفراشة ما خليت ما درت، ولكن باش دي مير دير الخبز ديالك هو هذا كنت ضروري دير. وحنا دابا الحمد لله المهم التصنيعة هذي كان ديبانيو بها وعايشين بها شوية، المهم كتصور بها باش تعيش وصافي بها باش بنيتي المستقبل ديالك درتي وليدات. انا ما مزوج ما وداير ولاد ما والو، باقي الان ما مزوج فهمتيني، حيت مع تكرفيس مع كعارف شويه والمادة الحاله ضعيفه شويه ماشي داك ريك عارف تبارك الله، يعني راك المحل ديالك وعندك. لا ماشي محل ديالي هذا، انا غير خدام، انا غير خدام واحد السيد، انا ماشي محل ديالي فهمتيني، ماشي محل ديالي.
انا اخذ ما واسيل ومو المهر من اخذ ما دي مهر. وكيف تتعيش منها؟ كيف تتعيش منها؟ بس ايش كنت شيء صورت تخدم مع هذا وتخدم مع هذا وتخدم مع هذا مع دوك الناس اللي معهم انا دابا خدام. كيقول لك هو كاين واحد بريكور يلا معايا انت درم هذاك بريكور صورتك 100 درهم ولا 150 درهم صافي هادشي اللي كاينو وكل نهار ورزقو. وانت جيتي دابا لقيتي كاع هنا باركين ما كاين ما يدير وقت شوية كاين بعض المرات تكون محركة بعض المرات تكون حركة شوية ناعسة وغادي على حساب الوقت وصافي. يعني ما قدرتش انا هاد المهنة توفر لك لا والو ما عندك ما توفر والو في الاخر مطاف استقريتي عليها ما فكرتيش تبدلها؟ لا ما نبدلهاش حيت هذا الشيء هذا هو كي قال هذاك ما لقيناش البديل وكان لقينا البديل مازال ماذا بينا. لا انسان تيقلب ما كرهش الانسان يلقى ما احسن شي حاجه اللي هي تكون تصور فيها فليسات مزيان ودير الدار ديالك ودير وليدات ودير هذه ومستقبل وداك الشيء ولكن ما عندنا ما غالب الله الله هو اشنو اللي فيها اللي صعيب بزاف؟ واش فيها لو ريسك تقدر تادي يديك؟ وهي راه هذه كلها لو ريسك فيها الخدمه هادشي ديال تخدم بالامور تخدم بسلم عالي تخدم بزاف ديال الحوايج لان هي كلها ريسك. الانسان تيطلب السلامه وصافي فهمتي الانسان تيطلب السلامه والعينين العينين ضروري تبني كتحس بيه ما كتسودي راك كتسودي بزاف بعض المرات وداك الشيء راه عينيك ضروري يضروك فهمتيني ضروري يضرونا عينينا كتعاون بشي حاجه بشي كتعاون عينيك بشي حاجه كديرها تقطير الكول بلو صافي غير كندير بغيت تبر تنحس بعينيا يضروني كندير ديك ديك التقطيره هي كتشويه كتبرد شويه على العينين باش الانسان يلا تينعس. وشنو تقول الرساله ديالك للمسؤولين على هاد الصناعات اللي صناعه تقليديه داخله في اطار الصناعات يعني التقليديه شنو الرسالات بتقول للمسؤولين باش يهتموا بهذا القطاع هذا؟ ايوا هذا القطاع هذا نقولوا خصهم يهتموا به بزاف وبالاخص الناس اللي هما نقولوا ضعاف بحالنا حنايا دابا ما عندناش اللي هما ما كتلقى لا 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 يد اللي غادي تعاونك ولا شي واحد غادي عندك ضمان اجتماعي؟ ما عنديش انا راه عندي دابا 54 عام نقول انا ب 1966 بالزايد كلها تكون عندي 55 عام 55 عام اذا انا ما والو ما داير والو ما عندي حتى هذا والو بحال يلا كنخدم باش ناكل وصافي خدمتي خدمت راه غادي نصور ما ناكل ما خدمتش راني بارد بحال هذاك اللي في الموق. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.